وصلنا للمساحة النفسية، كثيرة لحالات العنف اللي عم نشوفها بالمجتمع. صحيح نرمين، يعني نحن ما بدنا نحكي بس عن حالة وحدة، هي حالات متكررة وصمت قاتل للنساء الصغار، خلينا نقول وخاصة صغار بالعمر. ليش عم يسكتوا؟ ليش ما عم يلجأوا لأهلهم؟ كيف عم يتحملوا هذا العنف؟ لوين عم نصير بمجتمع؟ يمكن هي حالة وحدة ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت، ولكن كتير في حالات لنساء عايشين بصمت، عاضين على الجرح مثل ما بيقولوا ومتحملين، ولكن شو أذية هذا الشيء للعيلة، للولاد، لنفسيتها لبعدين؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونتعرف عن العواقب يلي بتؤدي إلى نفسية المرأة إذا ظلت بحالة من الصمت وتعرضت إلى التعنيف الجسدي إن كان ولا إن كان اللفظي، مع الدكتور راغد هارون اختصاصي نفسي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. موضوع يعني بنحكى فيه كتير إذا بدنا نحكي، موضوع مهم جدا. عم نحكي عم نشوف ظواهر للعنف، يعني عم نشوف ناس عم تتعنف بطريقة قاسية جدا. صحيح. عم نشوف بالمجتمع أشخاص عم يتقبلوا هذا العنف من تم ساكت تماما. خلينا نحكي أول شيء بداية نعرف، صار نوع من الثقافة تماما، نحكي عن ثقافة العنف للأسد اللي صارت سائدة بأي مجتمع، ما بدنا نحدد لأنه موجودة بكل المجتمعات. صحيح. شو السبب؟ حقيقة العنف موجود قدم التاريخ، مثل ما بنعرف من قصص الحروب، وهذا كله عنف. حقيقة الإنسان يعني ميال للعنف في حال القانون ما ضبطه، أو القوانين والأخلاق والتعاليم الدينية ما ضبطته، ولكن رغم كل ذلك أحيانا بيظهر العنف من خلال التعلم عليه والتدريب عليه أسريا. يعني الطفل يلي عايش ضمن أسرة عم يشوف أنه الأب عم يعامل زوجته أو والدته لها الطفل، سواء بالتعنيف اللفظي ببعض الكلمات ومناداتها ببعض الكلمات وتعنيفها لفظيا ومعنويا أو جسديا، بصراحة عم تترسخ عنده بأنه هي ثقافة التعامل مع الزوجة المرأة، وبالتالي عم يصير هو تماماً مثل والده. لذلك دائماً منكرر ومنقول لما تربي انتبه من التربية، لأنه أنت عم تربي أجيال، رح تربي ابنك وابنك رح يربي ابنه بنفس الشكل، بدك تكون حذر جداً في هذا الموضوع. فالعنف هو موضوع ممكن يكون مكتسب ناتج عن الحالة الاجتماعية والبيئية اللي عايشها الطفل أو المراهق، وممكن أيضا يكون ناتج عن كثير من الاضطرابات النفسية، أولها هي الاضطرابات الشخصية يلي منشخصها بعد عمر 18 سنة، وخاصة اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. هدول الأشخاص بفعل النظام الكيماوي الدماغي بيدمروا الممتلكات، بيعنفوا الآخرين، بيؤذوا الآخرين، بيعتدوا جنسيا على كثير من الأشخاص اللي بيبادلون المودة. يعني دائما في عندهم مخططات عنف للأشخاص اللي هني على علاقة معهم، الأشخاص الاندفاعيين، اضطراب الشخصية الاندفاعية أو اضطراب الشخصية النرجسية. أيضا في اضطرابات شخصية ذهانية مثل الفصامانية والزورانية، ممكن أنه نشاهد عندهم عنف. مريض الاكتئاب أحيانا بيصير في عنده نوبات هياج وعنف وتكسير هائلة وشديدة جدا. مرضى الذهان معظمهم عندهم عنف، لأنه عندهم اضطراب بالتفكير، عندهم اضطراب بتفسير وتأويل حركات المجتمع حولهم، لذلك بتلاقي بلحظة صار عنيف ضدي من دون ما أعرف التفسير، ولكن التفسير هو لأنه فهمني بطريقته المضطربة فكريا، واللي ناتج عن خلل بالنهاية كيماوي بجملته العصبية المركزية. هي من الاضطرابات النفسية. مريض القلق ممكن أنه يكون عدواني، مريض الوسواس ممكن أنه يكون حياة عدواني نتيجة معاناته من كل أعراض اضطرابه
اللي هو عم يعاني منه. نعم. وقديش في من آيات الرفاعي بالمجتمع ساكتين، يعني لو ما عندها هي رفيقتها فتحت هي القصة صحيح. يمكن ما كانت وصلت بصورة صح، يمكن كانوا لفقوا 100 قصة و100 سيرة وضبوها للسيرة. اليوم بدنا نحكي عن حالة المرأة المعنفة. يمكن ليش بتسكت المرأة؟ إذا حكينا هلا يعني بعيدا عن الاهل انه هن كمان الحق عليهم 100% ان شاءوا ام ابوا بانه بنتهم عم تتعنف وما فيها تحكيهم لانه اكيد في ثقه معدومه بين الطرفين. ولكن خلينا نحكي بالبدايه لما بتبلش تتعنف المراه شو بصير فيها؟ حالات نفسيه؟ ليش بتسكت؟ اذا سكتت شو بصير بعدين؟ صحيح. ممكن باي لحظه من لحظات حياتها للمرأة أنه تتعنف. ممكن وهي طفلة يصير في عندها شيء اسمه السكشوال تشايلد أبيوز، سوء المعاملة الجنسية، ويصير فيها تحرش. هذا عنف جنسي ومعنوي عندها، وممكن يكون جسدي، ممكن يتم الفعل. يعني ممكن بفترة المراهقة أيضا يكون في عنف من خلال عدم الاستماع إلى أو لعملية النضج اللي وصلت له. خاصة بالمراهقة بيكون الصبية أو الشاب بيكونوا مارين بحالة عدم قبول الأهل، عدم قبول، فبيكون عندهم ردات فعل سيئة. حالة كونفيوز يعني تشوش. فالأم أو الأب لما يكونوا غير مستمعين جيدين إلى وبحالة نرفزة وعصبية لكل تصرف بتقوم عليه من خلال تفسيراتهم على انه عمل جنسي او عمل هن فهمانين ليش هو عم تعمله من دون ما يحادثوها، هذا عنف. بكل المراحل، عدم الاستماع، عدم اعطاء مساحة من الكلام والتوعية، هذا عنف. بتتزوج، وكثير جدا من حالات الزواج اللي نحن منشوفها من الناحية النفسية والعقلية بصراحة غير سليمة وما لازم تتم. صح. ليش؟ لأنه الزواج ما هو مجرد عملية جنسية تقوم بين ذكر وأنثى، على العكس تماما. هذا آخر شيء بيكون في هذا الموضوع. الزواج هو مفهوم إنشاء مؤسسة عائلية تنشئ أطفال وأجيال صالحين من خلال إمداد من الأهل بالمعلومات اللي بتجعل علاقتهم سليمة مع أبناء الآخرين بالمجتمع. ففي كتير من هالحالات اللي بتقوم على أساس بصراحة جنسي، وبالتالي لا في حديث بين الزوج والزوجة سوى بهالعلاقة، لا في طريقة بالتواصل بين بعضهم سوى بهالطريقة. ولأنه مربع العنف، يعني في كتير حالات شفنا أنه الأب سلوكه هو الضرب، فالابن صار عنيف أنه أي غلط أنا بعاقب عليه من دون ما أني استمع ومن دون ما أني أتفهم شو الموضوع. عملية الجهل والتخلف وموضوع المستوى الثقافي المتدني يعتبر من أهم أسباب العنف بصراحة. طب دكتور، نحن حكينا عن مراحل عديدة، ولكن خلينا نحكي عن فتاة سليمة مجتمعيا منذ طفولتها. نعم. ما متعرضة لأعمال عنف وراحت على المنزل الزوج، منزل جديد، هي المؤسسة اللي هي يمكن لازم أكيد كل أي اثنين ياخذوا سنة من عمرهم بعدين يجيبوا أولاد لحتى يدرسوا. صحيح. بعض أكثر، لأنه مثل ما ذكرت حضرتك هي مؤسسة كاملة لإنشاء جيل اللي رح يقود المجتمع. نعم. ولكن خلينا نحكي إذا فتاة سليمة وبلشت تتعرض للعنف، حالتها النفسية هون، خلينا نحكي عن التطورات لحتى وصلت لمرحلة قبول. صحيح. شو هي المراحل؟ شو منسميها علميا؟ طبعاً إذا تحدثنا عن إنسانة بالأوصاف اللي تفضلتي فيها، نحن عم نتحدث عن إنسانة قد تكون مقدرة وواعية للحالة النفسية لزوجها، لأنه من الممكن أنه يكون
بعد سنة أو سنتين لا سمح الله يظهر مرض عند الزوج أو الزوجة، ولازم يبقوا مع بعضهم لأنه هن موجودين على السراء والضراء مع بعضهم. فهي ممكن تكون متزوجة شخص صابه حالة اضطراب ذهاني وصار في عنده عنف ريث ما يتعالج، فعم تتحمل كل شيء منه من شتائم ومن ضرب أحيانا وغيرها من الأعراض اللي المرضية اللي عم تكون خارج إرادته، ما هي بإرادته. لأنه في نقطة لازم نعرفها، لما يكون في عنف لازم نعرف أنه هناك اضطراب، سواء لحظي، يعني أنا إذا قمت بعملية عنف بس مرة واحدة فأنا حتى بهي المرة أنا كنت بحالة اضطراب، يعني الكيمياء تبع دماغي بهي اللحظة مضطربة، وإذا كان عنفي دائم فأنا مضطرب بشكل دائم، ما هي حالة سليمة نهائياً. ما حدا يدعي ويقول بأنه لا أحياناً العنف سليم، لا يمكن أن يأتي العنف بأي نتائج سوى العنف وسوى الانحطاط والانحدار بالمجتمع وبالأسرة وبكل مقومات الحياة. فممكن أن تسكت على عنفه، وممكن أنه تكون متفهمة إلى حد ما، ولكن إذا ضلت وهو سليم بهذا السلوك فهذا خطأ بصراحة، لأنه يجب الإبلاغ فورا عن أي حالة عنف، لأنه ممكن تتطور ويصير في قتل بالنهاية يعني وإنهاء حياة. تمام دكتور، خلينا نحكي عن تكوينة الأنثى بشكل عام. يعني أكيد عم يحضرونا كتير صبايا تلقي العنف، يعني مثلا منشوف الصبي او الرجل او الذكر حكيته كلمه برد لك اياها، ضربك ضربته برد بارضه. الانثى الطف صحيح. هي مطلوب تكون لطيفه، يعني حتى لو عم نحكي عن دور كزوجه او اخت، يعني اذا تعرضت لكلمه سيئه ولا هو تعنيف كمان. نعم. تعنيف لفظي. نعم. لازم تسكت، لازم تقول معلش معصب، هو حرام، الوضع الاقتصادي صعب، ولا لازم ترد، لازم تصرخ، لازم توقفه من اول مره عند حده. تمام. ما تقبل، يعني ما تعطي ولا مبرر للعنف. صحيح. بحسب اذا كان عنده سند ولا لا. انا برايي ليس بالضروره بصراحه. تماما ليس بالضروره، لانه هو يفترض يكون في مؤسسات مواجهة حكوميه لمساعده الانثى ومساعده الطفل ومساعده الرجل، لانه بدي اقول لكم نقطه مشان ما تضل متهمين الرجل بكثير من المجتمعات، يعني العنف ضد الرجل من المراه يساوي العنف. موجودة دكتور. يساوي نعم يساوي كيف؟ أوكي. يعني يساوي من خلال طباعه، من خلال يعني ممكن تكون لا سمح الله الزوجة مريضة، مثل ما اتهمنا الزوج، مثل ما قررنا أنه ممكن يكون الزوج مريض، ممكن الزوجة تكون مريضة ذهني وبالتالي تعنفه، ممكن يعني تعنفه لفظيا او ممكن جسديا، ممكن تضربه يعني، ولكن بيضل الموضوع مختلف والطف حقيقه. صحيح. وممكن توصل الانثى احيانا الى القتل ببعض الحالات الشديده يلي بتعنف. صدقني لما بس بيتخربطوا الهرمونات، غير هيك ما بتخيل الانثى هي تضرب. لا بس في تخربط هرمونات يمكن إذا يطلع. اذا عم نحكي عن حالات طبيعيه، ولكن للامانه هناك حالات. نعم. من اضطرابات الشخصية وغيرها من الاضطرابات النفسية ممكن يكون فيها سلوك المرأة عنيف جداً. ومثل ما قلنا أنه أحياناً ممكن يكونوا متساويين. أما بالنسبة للصبايا للصبايا وطريقة يعني تقبل العنف دكتور، بس نحكي فكرة أنه لما نحكي نحن عن العنف مو شرط الضرب المبرح اللي بيفضي للموت، أنا عم بحكي عن أي نوع من أنواع حتى العنف، حتى اللفظي حتى لو كان بسيط. نعم. يعني عم نحكي. نعم. أنا هون عم أقول ما بدي أتجاهل قصة ذكر وأنثى، يعني كطرفين بدي أتعامل إنسان لإنسان. صحيح. تقبل العنف، أنا هاي الفكرة اللي عم بحكيها. صحيح. أنه ليش دائما الأنثى أنه إيه تقبلي شوي، لازم نمون نجور على المرأة أنه هي تتقبل كلمة زايحة أحياناً، هذه فكرتي. هلأ هي حقيقة ثقافة. يعني بالنسبة للعنف وعدده، تخيلي أنه بإحصائية لمنظمة الصحة العالمية بإحدى السنوات بال2016 لاحظت بأنه بالعام السابق بالأعمار بين 2 و17 سنة
مليار طفل وطفلة، مليار يعني إذا عديناهم أطفال بين 12 و 17 سنة تعرضوا للتعنيف سواء النفسي أو الجسدي. لاحظ الأرقام قديش عالية، وهي تسعى الآن بال 2030 إلى إزالة شيء اسمه سوء معاملة الأطفال بالتنسيق مع الدول المنضمة والمشاركة إلى هذا المشروع العالمي بالأحصائيات اللي بتزودها لمنظمة الصحة العالمية. فبالنسبة للبنت بنرجع لموضوع البنت، ليش؟ لأنه هذا موضوع ثقافي. يعني لاحظي طبعا. لاحظي الثقافة، ثقافة الصبية أو الطفل الغربي الأوروبي أو الأمريكي تختلف عنا بصراحة، تمام؟ لأنه مجموعة المعلومات والمعارف اللي بياخدوها من الأهل ومن المؤسسات الأخرى كالمدارس وغيرها بتدربهم على أنه ما يتقبلوا العنف الإهاني بأي شكل من الأشكال رغم وجود العنف عندهم، وقد يكون موجود أكثر من أي مجتمع آخر، ولكن باعتبار أنه العنف يزداد بالبلدان اللي فيه سلاح متوافر يباع بالمحلات وكأنه عم نبيع يعني اي تمام قطع. حتى اذا بدنا نقارن دكتور يعني بطبيعه العنف، بتلاقي اذا في نسب عاليه اصلا باوروبا للنساء المعنفات، وحتى كمان ما بيشتكوا للاسف، ولكن هنيك بتكون طبيعه سكوتهم هي الحاجه العاطفيه مشان ما يتركني، اما هون بنلاقي يمكن لاسباب ثانيه ما في معيل او اولاد أو, او 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 تماما العجز الاقتصادي اعتماد الزوجه عليه الجهل الجهل. لذلك نحن دائما يعني من من منقول ومنكرر هذا الموضوع، لما بنبني مجتمع قائم على سيدات متعلمات، اذا بنهتم بالمراه وبتعليمها وبحريتها وبحقوقها وتربيتها، صدقيني هذا اقوى مجتمع ممكن نحصل عليه. نعم. أما المجتمع اللي بيكون رايحة حريتها وحقوقها وتعليمها ما كتير مهم، رح تكون تابع للزوج، ما لازم تكون تابع، هي شراكة يا بتتم تستمر يا أما بلا ما تستمر على هذا الأساس. نعم. والنتيجة بدنا نقول شيء انه يعني هي اللي عم تتعرض للعنف، فما حدا أكل غيرك، مثلا آيات هي اللي راحت، صحيح فلانة هي اللي عم تتعرض للعنف، انت اللي اكلتيها مو حدا تاني، صحيح. حتى يعني يمكن جيرانك اهلك ممكن يتعاطفوا معك، ولكن انت اللي عم تاكلي هذا الشيء ونتائجه عم تصب فيك وباطفالك وباي مؤسسه. ولكن خلينا نناقش دكتور موضوع يعني العنف بالعنف. بنشوف كثير من الاهالي بيقولوا لا انا بضربك وبرجعك عند جوزك اذا هي حردت مثلا، صحيح. او تعرضت لعنف من قبل جوزها، لا انا بدي اضربك ورجعك عند جوزك. هذا التهديد المستمر انه ولو يعني انه وين بدها تروح هي البنت. فخلينا نحكي معالجه العنف بالعنف، ان كان من طرف الاهل او من كان من 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 اطراف ثانيه مسؤوله عن هي البنت. هي ما في معيل اكيد. العنف يعني كسلوك ما بيولد إلا العنف بصراحة، ما رح يولد الرضا، لأنه عم يطالني بأهم وأرقى شيء موجود بالإنسان هو انفعالاته ومشاعره وأحاسيسه. فالعنف ما هو سلوك محبب ولا بيخليني أني أتعلق بالشخص الآخر، ولكن هالشيء بيصير لأنه مثل ما قلنا حقوق المرأة، يعني الرجل بفرنسا ما بيقدر إلا فيني رجعك على بيت أهلك، القوانين حاميتها، المنزل بالنص. مسجل بالنص، أول ما يتسجل بيتسجل أول ما يتزوج إذا عنده منزل بيتسجل باسمه واسمه وكل ممتلكاته، وإذا كان في أطفال فالقانون عندهم بيخرج الرجل برا البيت وبيخلي المرأة، لأنه بتصنيف الكائنات عندهم أو بأي مكان آخر الطفل رقم واحد والمرأة رقم اثنين،
واخر شيء بالتصنيف الرجل، لانه بيعتبروا كائن قوي قادر على استمراريه حياته حتى يصنف، يعني يصنف بعد الحيوانات الاليفه بصراحه المنزليه، لانه يعتبر هو اقوى منهم طبعا بنيه جسمه حتى باستمراريه الحياه، بينما الطفل ضعيف، المراه ضعيفه، قادر انه يعنفها اكثر ما هي قادره انه تعنفه وتسأله، قادر انه يسأله جنسيا. المرأة ما بتسألك جنسيا لأنه غير قادرة إذا أرادت هذا الشيء يعني. وبالتالي هي التكوينة يعني اللي بتصون حقوق المرأة، دائما صيانة حقوقها بتمنع هذا الكلام اللي تفضلتي فيه. تمام. ما بتخلي الرجل يجرؤ على أنه يقول للمرأة بتروحي على بيت أهلك. يعني هل من المعقول سيدة صلى عم تربي أولادي 20-30 سنة أو 15 سنة اللي هني وعم تتعب وتركت أهلها وصارت معك أنت جسد واحد بكلمة واحدة رجع على بيتها؟ هذا غير جائز يعني بصراحة. تمام. غير جائز على الإطلاق، وليس من لا يعتبر صيانة لحقوق هذه المرأة. دكتور بشكل كتير كتير سريع، كيف اليوم فينا نوقف حالات العنف؟ يعني عم تتعرض لعنف شو لازم تسوي؟ طبعا لازم نناشد الحقوق، أول شيء حقوق المرأة أنه هي تصير أهم عنا بالمجتمع. يعني ياري سريعا دكتور، هذا موضوع ما في شك فيه نهائيا، ولكن لازم نطبقه على أرض الواقع. التعليم والتثقيف والحديث المستمر عن هذا الموضوع مهم جدا، من أجل يعني نشر الوعي عند الأهل لحتى يعرفوا سلوكياته شو ممكن تأثر على الآخرين. نعم. لازم نعالج أي حالة عنف، لازم يكون في مؤسسة خاصة لتلقي الاتصالات الإسعافية والسريعة لأي عنف يحدث في أي مكان في أي منزل، وبالتالي بتصير كل المنازل منضبطة من خلال وجود فعلا قانون صارم يضبط هذا العنف الحادث. نعم. يعني يا دكتور حكينا كثير بموضوع العنف، وبضل الكلمه الاهم انه كفرد عم تعرض للعنف انت اول شخص لازم توقف العنف اللي عم يمارس ضدك، سواء بالكلام بالفعل بالاستنجاد باي فئه بفئات المجتمع، لانه مثل ما قلتي ليا يعني ممكن نوصل لحالات واحد يفقد حياته. نعم. خسر افضل يعني اغلى ما يملك مثل ما بيقولوا. نعم. نشكرك كثير بالختام الدكتور راغد هارون على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لكم.